بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأجل المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله إخواني الطلاب، ومع درس جديد من دروس القرآن الكريم بعنوان من رسل الله تعالى موسى وعيسى عليهما السلام. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى يعني لومه للمجاهدين الذين كتب الله عليهم الجهاد فكرهوا الجهاد، ذكر الله سبحانه وتعالى قصتين في آيتين، ذكر قصة موسى وقصة عيسى عليهما السلام. ما الغرض من ذكرهم؟ يعني لماذا ذكر الله عز وجل بعد ما ذكر الجهاد ذكر قصة موسى وقصة عيسى؟ أولا إخواني، هذا من باب تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يسلي الرسول صلى الله عليه وسلم بذكر قصص الأنبياء له، وأنهم أوذوا وعانوا وجاهدوا مع أقوامهم جهادا عظيما، فذلك كان يسلي الرسول صلى الله عليه وسلم ويصبره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لاقى من قومه ما لاقى من الكفر والعناد والطغيان. طيب، ثم ذكر بعد ذلك قصة عيسى عليه السلام أيضا، وذكر أنه بشر به في التوراة، وذكر أن الأنبياء لما جاءت إلى أقوامهم بالمعجزات وهي البينات قالوا هذا سحر مبين. طيب، الآن سأقرأ الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. طيب إخواني، في هذه الآيتين ذكر الله سبحانه وتعالى قصة موسى، أنه قال لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، يعني ليش قاعد تأذوني وتعلمون أني رسول من الله بعثني الله إليكم، ليش تأذوني؟ طبعا هم آذوا موسى بأشياء كثيرة جدا، إنكارهم وعنادهم، واتهموه شيء في رجولته وشيء في عرضه، تمام؟ فاقرأوا الأذية التي أذوا فيها نبي الله موسى عليه السلام عندكم في الكتاب، فهي كثيرة، وافهموا ما جاء بها. اليهود إخواني لهم مشكلة، عندهم مشكلة أنهم يعلمون الحق ولا يتبعونه، بخلاف النصارى. في الغالب أن النصراني لا يعلم الحق، ضال، ولذلك نحن نقرأ في سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم المغضوب عليهم ومن هم الضالون؟ المغضوب عليهم هم اليهود، والضالين هم النصارى. فلماذا غضب الله عليهم؟
تحس أن اللفظ يعني المغضوب عليهم غير الضالين، تحس أن فيه شدة، لأنهم يعلمون الحق ولا يتبعونه. أما النصارى في الغالب، ليس كلهم، منهم من يعلم الحق ولا يتبعه، ولكن في الغالب هم ضلوا، يريدون الحق ولكنهم ضلوا. ولذلك إخواني الآن تجدون في العالم كثير من النصارى يسلمون، ولا تجد من اليهود من يسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم مكث يدعو، دخل الناس في دين الله أفواجا، ولم يدخل في دين الله من اليهود إلا تقريبا 3 أو 4. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث: لو آمن لي 10 من يهود لآمنت يهود كلها، ولكن هم أصحاب هوى وتكبر، لا يؤمنون بالحق ولو أنهم عرفوا ذلك. ثم بعد ذلك قال: وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا، زاغوا يعني ابتعدوا عن الطريق، عن طريق الحق والهدى والإسلام، أزاغ الله قلوبهم، أبعد الله قلوبهم عن الهدى، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثم قال: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل، إسرائيل اللي هو يعقوب، يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، يعني أنا مصدق بموسى وكتابه التوراة الذي أعطاه الله إياه. ثم قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، أي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم بالبينات، يعني في المعجزات والدلائل، قالوا: هذا سحر مبين. طبعا إخواني الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في التوراة وذكر في الإنجيل، وجاءت صفته يعني صلى الله عليه وسلم جلية واضحة في هذه الكتب. وهذا الدليل، يعني هذه الآية دليل على هذا. بل يعني لماذا اليهود أصلا خرجوا من ديارهم يعني التي كانوا يعني مستوطنين بها من قبل، التي هي فلسطين والشام وما حولها، لماذا خرجوا وذهبوا إلى المدينة؟ خرجوا وذهبوا إلى المدينة لأنهم عرفوا أنه سيخرج نبي آخر الزمان في تلك البقعة التي فيها النخل وفيها التمر وكذا، وعرفوا أنها المدينة، فسكنوا فيها وسكنوا يعني ما حولها لكي يؤمنوا بهذا الرسول إذا خرج، ويبايعوه ويعني ينصروه، لأنه جاء عندهم وفي كتبهم أنه خير الرسل، وأنه أنه صاحب خلق عظيم. فلما خرج من العرب استكبروا واستأنفوا أن يتبعوه، هكذا. فهم اليهود قوم عناد وقوم كفر، لما جاء الرسول من العرب استكبروا واستنكفوا أن يتبعوا هذا الرسول الكريم. طيب إخواني، شرحنا نحن معاني الكلمات أثناء القراءة. طيب الآن يعني عندنا درس في أحكام التجويد، وهو درس مهم بعنوان مخارج الحروف وعددها. مخارج الحروف وعددها. الحروف إخواني 28 حرف في اللغة العربية، تمام؟ طيب لنعرف لغة الآن ما معنى المخرج. المخرج محل الخروج في اللغة، واصطلاحا محل خروج الحرف وتمييزه عن غيره، تمام؟ هذا هو تعريف المخرج اصطلاحا. طيب إذا أردت أن أعرف مخرج الحرف إيش أعمل؟ يعني إحنا عندك حرف الباء، حرف الميم، حرف الخاء، شون بعرف شون أعرف مخرج الحرف من وين؟ لأن إحنا عندنا 17 مخرج، تمام؟ ترجع لخمس أعضاء، يعني خمس أعضاء يخرج منها 17 مخرج. الحين ستظهر لكم جليا، ولكن الآن الحرف شون أبي أعرف من وين يطلع الحرف، تمام؟ إما أنك تضع سكون على الحرف أو تشدد الحرف، تمام؟ مثلا تقول أب، أم، أو أم، أو أخ، أو إخ، المهم أنك تحط سكون على الحرف ويكون قبله حرف متحرك. فلما تقول أنت أب، شوف من وين طلعت الباء، من الشفتين. لما تقول أم أو إم، من الشفتين. لما تقول أخ، خرج من الحلق، تمام؟ فهذه الطريقة تعرف فيها مخرج الحرف. طيب ذكرنا شباب أن مخارج الحروف كاملة 17 مخرجا، تمام؟
مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، تمام؟ وعدد الأعضاء التي تخرج منها هذه المخارج 5 أعضاء، تمام؟ 5 أعضاء. طيب، هي الخيشوم التي من الأنف تخرج، والجوف من هذا التجوف الذي في الحلق، ثم بعد ذلك الحلق، ثم بعد ذلك الشفتان، ومن ثم اللسان. هذه مخارج الأعضاء الخمسة التي تخرج منها 17 حرفا، تمام؟ طيب، طيب، العضو الأول إخواني هو الجوف، وهو الخلاء الداخل في الفم، ويخرج منه 3 حروف: الألف المادية والواو المادية والياء المادية. طيب، تقول قال، يقول، قيل، كلها هذه تخرج من الجوف، تمام؟ طيب، لنستمع معا إلى هذا الفيديو إخواني، أو لنرى ونسمع هذا الفيديو، فهو موضح لهذا العضو. مخرج الجوف، تأمل معي هذا المثال: نوحيها. نلاحظ أن كلمة نوحيها بها حرف الواو، حرف الياء، ألف المد. ونلاحظ أيضا أن واو المد مضموم ما قبلها، وياء المد مكسور ما قبلها، وألف المد مفتوح ما قبلها. وهذه الحروف تخرج من الجوف. لاحظ الشكل التوضيحي. تعريف الجوف: إذن مخرج الجوف هو فراغ الفم والحلق، ويخرج منه حروف المد 3: الواو والألف والياء. طيب، ممتاز. هذا العضو الأول، ها؟ طيب، العضو الثاني الحلق، في منه 3 أماكن: في أقصى الحلق، وفي أدنى الحلق، وفي الوسط. طيب، خلينا نشوف أقصى الحلق يخرج منه الهمزة والهاء، تمام؟ الهمزة والهاء. طيب، وسط الحلق العين والحاء، العين والحاء. لو تقول أع وتقول إح تحس إن في فرق بين المخرجين. ثم أدنى الحلق، أقرب الحلق، الغين والخاء. طيب، خلنا نشاهد مع بعض ونستمع للفيديو التوضيحي لهذا العضو. مخرج الحلق، تأمل معي نطق الحروف الملونة الآتية: قل هو الله أحد، الرحمن، غير المغضوب عليهم، نعبد، خالدين. نلاحظ أن الأمثلة السابقة تحتوي على حروف الهاء، الهمزة، العين، الحاء، الغين، الخاء. وهذه الحروف جميعا تخرج من الحلق. قم بالضغط على الحرف لتعرف مخرجه الصحيح. أه. 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 أو. أو. طيب، بالنسبة إخواني للعضو الثالث وهو اللسان، تمام؟
وهذا يخرج منه أغلب المخارج. فلنستمع للمقطع ونرى هذه المخارج. مخرج اللسان، لاحظ اللسان داخل الفم، إن أكثر الحروف تخرج بواسطته، وهذه الحروف تخرج من مناطق مختلفة من اللسان، هي أقصى اللسان، وسط اللسان، حافة اللسان، طرف اللسان. والآن تعال لنتعرف حروف كل مخرج. أقصى اللسان، ويخرج من أقصى اللسان حرف القاف وحرف الكاف. استمع ولاحظ، خلقكم. وسط اللسان، يخرج من وسط اللسان حرف الجيم وحرف الشين وحرف الياء. لاحظ نطق هذه الكلمة، جيش. حافة اللسان، يخرج من حافة اللسان حرف الضاد وحرف اللام. استمع ولاحظ، ولا الضالين. طرف اللسان، أما طرف اللسان فيخرج منه حرف النون وحرف الراء وحرف الدال وحرف التاء وحرف الطاء وحرف الصاد وحرف الزاي وحرف السين وحرف الظاء وحرف الثاء وحرف الذال. طيب إخواني، والآن نكمل مع العضو الرابع وهو الشفتان. مخرج الشفتين، من مخارج الحروف مخرج الشفتين. لاحظ معي مخرج الفاء في قوله تعالى والشفع. الفاء تخرج من بطن الشفة السفلى مع الثنايا العليا، لكن لاحظ معي الأمثلة الآتية، واليوم الموعود، وأبقى، أنعمت عليهم. الأمثلة السابقة بها حروف الواو، الباء، الميم. هذه الحروف تخرج من بين الشفتين، ولذلك تسمى بالحروف الشفوية، مع ملاحظة أن الواو ينبغي ألا تكون حرف مد، فإن أتت الواو حرف مد فإن مخرجها يكون من الجوف. قم بالضغط على الحرف لتعرف مخرجه الصحيح. أم أو. التعريف: الشفتان لهما مخرجان، الأول بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا ويخرج منهما الفاء، الثاني الشفتان معا ويخرج منهما عند انطباقهما الباء والميم، وتخرج الواو عندما تنفرج الشفتان. طيب، العضو الأخير إخواني وهو الخيشوم، تمام؟ فلنستمع ونرى بهذا الفيديو. الخيشوم، والآن سنتكلم عن مخرج الخيشوم. أن. التعريف: طيب، هذا يعني كان درس مخارج الحروف، أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا منه. هو يعني المطلوب منك أنك تعرف الحرج
عفوا الحرف ومخرجه، طيب، وتحفظ مخارج الحروف وتحفظ الأعضاء اللي تكلمنا عنهم في الدرس الحين. يعطيكم العافية وجزاكم الله خير، ونراكم في درس مقبل إن شاء الله.